أقام سعادة الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت الشقيقة حفل استقبال بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني 59 ويوم التحرير 29 لدولة الكويت الشقيقة. وحضر الاحتفال عدد من كبار المسؤولين في المملكة وأعضاء السلك الدبلوماسية المعتمدين لدى المملكة، وأكد الحضور حرصهم على المشاركة في الاحتفال لتأكيد عمق الروابط التي تجمع البحرين والكويت، مشيدين بما وصلت إليه علاقات التعاون من مستويات متقدمة. وأتمنى الحضور لدولة الكويت الشقيقة قيادة وشعبا دوام التقدم والرخاء.